ما هو مرض البارانويا؟ مرض البارانويا أو ما يعرف بجنون الارتياب أو جنون العظمة هو نمط تفكير ينجم عنه الشعور الغير منطقي بفقد الثقة بالناس والريبة منهم والاعتقاد بوجود تهديد ما، مثل الإحساس بأن هناك أشخاص يراقبونك أو يحاولون إلحاق الأذى بك بالرغم من عدم وجود دليل على ذلك. الأنواع الرئيسية لمرض البارانويا: إن مرض البارانويا يرتبط بثلاثة اضطرابات رئيسية وهي الآتي: أولاً، اضطراب الشخصية المرتابة، ويعد هذا النوع هو الأخف من بين الأنواع الثلاثة، وغالباً ما يبدأ هذا النوع من مرض البارانويا في مرحلة الطفولة أو مرحلة المراهقة، ويتسم الأشخاص أصحاب هذا الاضطراب بالغرابة والشك وانعدام الثقة بالآخرين بدون وجود دليل منطقي، ويبدو أن اضطراب الشخصية المرتابة أكثر شيوعاً عند الرجال منه عند النساء. تكون أعراض هذا الاضطراب النفسي متمركزة حول ترقب حدوث شيء سيء والخوف الشديد منه، ولا يثق المريض بأي شخص يحاول التقرب إليه، ويعتقد أن الأصدقاء يحاولون إيذائه. لمرض البارانويا عدة أوجه: يظن المريض نفسه مضطهداً من الجميع، فلا أحد يحبه أو يرغب في صداقته، وأن الجميع يتعمدون الإساءة له. هذان العظمة، حيث يظن المريض نفسه شخصية عظيمة مرموقة، وأن الآخرين يحقدون عليه على الرغم من أنه شخصية عادية في المجتمع. قد يظن المريض نفسه سبباً مباشراً في جميع الكوارث التي تحدث من حوله، وكذلك يظن أنه يعاني من مرض عضال على الرغم من أن التحاليل الطبية تشير إلى عكس ذلك. ثانياً، اضطراب الوهام، وهو أحد أنواع الذهان، ويعرف بأنه اضطراب عقلي لا يستطيع المصاب به التفريق بين الحقيقة والوهم، ومن أهم سماته الاقتناع الراسخ لدى المصاب بوهم غير حقيقي، ومن أمثلته اقتناع المريض بأن شخص ما يتجسس عليه أو يلاحقه بالرغم من عدم وجود دليل على ذلك، أو اقتناعه بأنه مصاب بمرض ما بالرغم من نفي الأطباء لذلك. ثالثاً، انفصام الشخصية البارانويدي، ويعرف باسم الفصام البارانويدي أيضاً، ويعد الأشد من بين هذه الأنواع، وهو اضطراب عقلي شديد ينتج عنه الإصابة بالهلوسة والأوهام، وخاصة الغريب منها، والاضطراب في التفكير والسلوك، مما يؤثر على أداء الوظائف اليومية، ويتطلب المصابون بالفصام علاجاً مدى الحياة. أسباب مرض البارانويا: من غير المعروف تماماً إلى الآن لماذا يصبح عند بعض الأشخاص اضطرابات في الشخصية أو مشاكل عقلية، ولكن من الممكن أن يكون السبب مزيج من العوامل مثل الجينات، التوتر والإجهاد العصبي، كيمياء الدماغ. ومن الجدير بالذكر أن كل من تعاطي المخدرات وإدمان الكحول قد يؤدي إلى الإصابة بمرض البارانويا. تعرض الشخص لحادث أو اعتداء أو اغتصاب وما إلى ذلك، الاكتئاب، اضطراب النوم، القلق، التوتر والعصبية الزائدة، سوء التنشئة كتسلط أحد الوالدين والإحباطات المتكررة خاصة في العمل. أعراض مرض البارانويا: لمرض البارانويا العديد من الأعراض، وفيما يأتي الأعراض الأكثر شيوعاً: الارتياب والشك من أفعال وتحركات الآخرين، عدم الوثوق بالآخرين، كون الشخص دفاعي وعدائي، سهولة الشعور بالإهانة، اعتقاد الشخص بأنه دائماً على صواب ومواجهة صعوبة في الاسترخاء، عدم القدرة على القبول بحلول وسطية أو المسامحة أو قبول النقد، الاعتقاد بوجود معاني خفية وراء التصرفات العادية للأشخاص، العزلة. طرق التعامل مع مرضى جنون العظمة أو البارانويا: قد تكون مساعدتك لشخص مصاب بجنون العظمة أمراً صعباً، فهو لا ينظر إلى العالم كما تفعل وغيرك من الأفراد الأصحاء نتيجة قلقه الزائد وأوهامه وشكه بالعالم المحيط به، لذا يتطلب منك التعامل مع مريض جنون العظمة الكثير من الآتي: الصبر، التعاطف، الحكمة، وقوة الشخصية. إن كنت تمتلك تلك الصفات يمكنك إذن التعامل مع مرضى جنون العظمة بالطرق الآتية: أولاً، ثقف نفسك. قبل البدء في محاولتك في التقرب لمريض جنون العظمة ودعمه نفسياً لمساعدته على الشفاء، عليك أولاً التعرف على مرض جنون العظمة وأعراضه وأسبابه وطرق علاجه. ثانياً، شجعه على الخضوع إلى العلاج. عادة ما يعاني مرضى جنون العظمة من انعدام الثقة بالآخرين، لذلك قد يمثل إقناعه للامتثال إلى العلاج تحدياً كبيراً، وذلك نتيجة لعدم استعداده لتناول الأدوية الموصوفة أو حضور جلسات العلاج، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى إبطاء شفائه. إذا لم يرغب المصاب في طلب العلاج، فلا تمارس أساليب الضغط
وإلا فقد تصبح أيضا في قائمة الأشخاص غير الجديرين بثقته. قم بتشجيعه فقط على متابعة برنامج علاجه. ثالثا، تجنب الجدال معه. عندما يعبر صديقك أو أحد أفراد أسرتك عن أفكاره الوهمية، استمع إلى حديثه جيدا دون أن تتجادل معه. فالأحداث غير الحقيقية وغير المنطقية أيضا بالنسبة له واقعية ومتسلسلة، لذا تفهمه، إذ يمكن للجدال أن يزيد من مرضه ويضاعف من انعدام ثقته بنفسه وبالآخرين، وذلك نتيجة شعوره بعدم وجود من يفهمه وعدم تقبل محيطه الضيق له. رابعا، تحدث بوضوح. يمكن أن تقلل الكلمات والجمل البسيطة التي لا لبس فيها من فرصة إساءة تفسيرها وزيادة المخاوف تجاهها، لذا حاول التعبير عن مشاعرك أو الإجابة عن أسئلته بطريقة مباشرة. حاول دائما إزالة مسببات شكه فيك، وذلك من خلال تقديم المعلومات الكافية والتفسيرات قبل مغادرتك له، حتى يتفادى الإصابة بتفاقم أعراض مرض جنون العظمة. خامسا، اسأله الأسئلة المفتوحة. حاول جعل صديقك المصاب يخبرك بالمزيد عن مخاوفه وأسباب عدم ثقته بالأشخاص المحيطين به. يمكن أن يساعدك ذلك على معرفة مصدر الوهم ويمنحك فكرة أفضل لإزالتها وتطمينه، كما قد يشعر الشخص بتحسن بعد التحدث إليك. اطرح الأسئلة المفتوحة مثل: لماذا تعتقد أن الآخرين يلاحقونك لإلحاق الأذى بك؟ كما يجب عليك تجنب الأسئلة التي تتمثل إجابتها بنعم أو لا. سادساً، لا ترفض مخاوفه. حاول أن تتفهم شعوره، حتى إن لم تصدق أنه معرض للتهديد أو الخطر، من الضروري أن تدرك أن ما يشعر به حقيقي. حتى إن لم تكن الأحداث واقعية، فهو دائماً يتخيل الأوهام ويصدقها. يمكنك مساعدته على إدارة مخاوفه عن طريق الآتي: إبعاده عن الأمور التي يهابها، دعم ثقته بنفسه، التأكيد على نقاط قوته، مدح صفاته وسلوكياته الإيجابية. ما تأثير البارانويا العاطفية على الزواج؟ البارانويا تؤثر في سلوكيات المريض، ويمتد تأثيرها للأشخاص المحيطين به، سواء الزوجة أو الأبناء أو العائلة أو الأصدقاء. فالجميع محط شك وريبة بالنسبة له، ويجد صعوبة في الوثوق بهم. ولأن الزوجة أكثر من يتأثر بسلوكيات زوجها وتصرفاته، فإنها أكثر من يعاني معه، لأنها قد تتعرض إلى الآتي: إهانتها لفظيا واتهامها بأمور غير دقيقة، تقليل الثقة بنفسها من خلال النقد الدائم، التحكم فيها وفرض السيطرة عليها، الخلافات المستمرة بسبب عند الزوج وفهمه لتصرفاتها بطريقة خاطئة، شعورها بالتوتر الدائم واليأس والحزن من تصرفات زوجها، الشعور بالانعزال لتأثير سلوكيات الزوج في علاقتهما الاجتماعية. كيفية التعامل مع الزوج المصاب بالبارانويا العاطفية؟ التعامل مع الزوج المصاب بالبارانويا ليس سهلاً على الإطلاق، ولكن هناك بعض الطرق التي ستجعلك تتعايشين مع الأمر وتساعدين زوجك على التغيير من نفسه، خاصة إذا كانت علاقتكما مبنية على الحب، مثل التحفيز على العلاج. يرفض المصاب بالبارانويا الخضوع للعلاج الدوائي أو النفسي، وذلك قد ينتج عن عدم اعترافه بمشكلته وشعوره بالريبة والشك في كل المحيطين به. لذا حاولي بقدر استطاعتك حثه على الذهاب إلى طبيب نفسي، وأوضحي له أن الأمر لا يعيبه شيء، وكلنا في حاجة لأطباء نفسيين في بعض الأحيان. التعامل مع الأمر الواقع. بداية التعامل مع الزوج المصاب بالبارانويا الاعتراف بمشكلته، وأنه أمر خارج عن إرادته، وأنه يعاني من هلاوس وأفكار تراوده غير صحيحة أو منطقية. حاولي أن تدركي مدى الألم والمعاناة التي قد يمر بها زوجك بسبب هذه البارانويا، وتعاطفي معه وتفهمي تصرفاته، خاصة إذا كنت تريدين الحفاظ على هذه العلاقة، فهذا سيقلل من التأثير السلبي الذي قد يقع عليك. عدم الدخول في جدال. يقع معظم الزوجات في هذا الخطأ، وهو الجدال مع الزوج والتبرير والدفاع عن النفس. يمكنك ببساطة الاعتراض على تصرفاته من خلال تجنب المناقشة الحادة التي قد تؤدي إلى انفعالكما وحدوث خلاف بينكما. والحل الأمثل عدم الخوض في الجدال، مع توضيح مقصدك بهدوء دون الدفاع عن نفسك أو الهجوم على زوجك. استخدام عبارات واضحة. يفهم الزوج المصاب بالبارانويا الكلمات بشكل خاطئ، فهي بالنسبة إليه تحمل تأويلات ومعاني أخرى غير التي تقصدينها. لذا اختاري كلمات بسيطة وواضحة كي تتجنب الخلافات التي قد تحدث من الفهم الخاطئ لكلماتك.
وضع خطوط حمراء. رغم ضرورة الوقوف بجانب زوجك حتى يتخطى هذه الحالة، فإنه يجب أن تضعي له خطوطا حمراء لا ينبغي أن يتعداها في الوقت نفسه. فعليك توضيح العواقب التي قد تنتج عن تصرفات محددة غير مقبولة معك، كالإهانة أو الشك فيك واتهامك بالخيانة وغيرها من الأمور. تشجيعه على ممارسة الرياضة. تساعد الرياضة على زيادة إفراز هرمون الإندروفين في الجسم، الذي يقلل الشعور بالضغط النفسي والتوتر والقلق التي يعانيها المصاب بالبارانويا بصورة مستمرة. لذا يجب أن يمارس بعض التمارين الرياضية بالإضافة إلى اليوغا والتأمل، اللذين يساعدانه على الاسترخاء الذي يفتقده. لكي تواصلي الحياة مع زوجك المصاب بالبارانويا دون أن تتأذي نفسياً أو تضغطي على نفسك، يجب أن تعتني بنفسك. حافظي على نومك وتناولي طعاماً صحياً، مارسي الرياضة، حافظي على علاقاتك الاجتماعية وتحدثي مع طبيب نفسي. قد يؤثر الزوج المصاب بالبارانويا في نفسية زوجته، وقد تشعرين بالقلق والتوتر والضغط الشديد. لذا إذا شعرت بأي خلل نفسي، بادري بالذهاب إلى طبيب مختص وتحدثي معه عن كل ما يؤرقك.